ونشوف كيف أغلقت الشمعة الشهرية، إغلاق قوي مميز، استمرار لإغلاقاته المميزة السابقة، ولكن ما أعطى لهذا الشهر حدث جوهري هو أنه أغلق شهرياً فوق النسبة الذهبية من عام 2006 اللي هي 104 ريال فاصلة 68 هللة. حيبقى الراجحي طول شهر، حيبقى الراجحي طول شهر 7 104.68 إلى حاجز 100 ريال سقف القناة، من أهم دعومه على الشهري. طبعا نحن عندنا مناطق مهمة عند 107 ريال، هذه دائما هي منطقة المضارب، أما المناطق الاستراتيجية تحولت إلى هذه المنطقة، يعني لا نقبل بكسر مناطق زي مناطق المئة ريال، أو خلينا نقول من 104، زي لما نقول التاسي عندنا 10523 38 فيبو من 2006، وفي تحتها 10170 حقت منطقة سقف القناة المخترق 10170. الراجحي نفس الكلام، ولكن شوفوا كيف الدعم 104.68 على الشهري، وإن بالغ ونحن في نص الشهر لا نقبل بكسر حاجز المية، لأنه المية إيش بتسوي؟ معناها بتأدي إلى كسر القناة، وهذا انحراف طبعا غير جيد، وهي آخر حدود أي شخص أو مضارب استراتيجي في السهم. طيب لو كتب الله لنا خلال هذا الشهر يتحرك الراجحي ويتخطى هاي الشهر الماضي 115، الأهداف ما بين 118.38 تعادل 261 فيبو، والهدف الثاني ممكن يكون 126.5 وهي تمثل 78 فيبو من عام 2006. والله تعالى أعلم. هذه أهم الخطوط العريضة في حالة الإيجابية أو في حالة السلبية. استراتيجيا على الشهري نخش على بنك البلاد.